مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. خلال يوم أمس تواصل النزول للغيث النافع على أغلب مناطق البلاد. تراوحت الكميات بولاية تونس الكبرى بين 1 إلى 7 مليمترات، وببنزرت من 1 إلى 23 بسجنان، زغوان من 2 إلى 8 مليمترات بجرادو، نابل من 1 إلى 18 بدرعلوش، باجة من 3 إلى 10 مليمترات بعمدون وسد كساب. ولاية جندوبة كانت الكميات من 2 إلى 27 مليمتر بعين درهم، سجلنا 18 ببني متير، الكاف من 3 إلى 9 مليمترات بساقية، من 2 إلى 10 بالكريب من ولاية سليانة، سوسة من 3 إلى 12 مليمتر بهرقلة، المنستير من 2 إلى 11 بجمال. ولاية المهدية تراوحت الكميات من 2 إلى 7 مليمترات بسيدي علوان، القيروان من 1 إلى 5 بالمدينة، سيدي بوزيد من 1 إلى 5 مليمترات بمنزل بوزيان، القصرين تراوحت الكميات من 1 إلى 11 بالعيون، ولاية قفصة كانت في حدود 1 مليمتر بالمدينة، وصفاقس كانت بين 2 إلى 12 مليمتر بمليتا. خلال هذا اليوم وكما نلاحظه من خلال تسلسل صور القمر الصناعي، تواصل السحب كثيفة على كامل مناطق البلاد، خاصة منها مناطق الشمال، رافقتها بعض الأمطار بمناطق الشمال. درجات الحرارة القصوى كانت تراوحت بين 13 و18 درجة، سجلنا 16 بتونس. خلال هذه الليلة سحب كثيفة تكون بمناطق الشمال وقليلة ببقية الجهات، مع بعض الأمطار بين الحين والآخر بشمال تونس، ودرجات الحرارة ليلا تتراوح بين 8 و12 درجة بالمناطق الساحلية، ومن 4 إلى 8 درجات داخل البلاد. توقعاتنا الجوية اليوم الغد إن شاء الله سحب عابرة على كامل مناطق البلاد تدريجيا بعد الظهر. درجة الحرارة القصوى تكون في حدود 18 درجة بتونس، 17 ببنزرت وزغوان، 18 بنابل، وبالنسبة للشمال الغربي 17 درجة بباجة وكذلك جندوبة، 16 بسليانة والكاف، وبمناطق الوسط سحب عابرة 14 درجة بالقصرين، 20 بالقيروان، 18 بسوسة وكذلك المهدية، و19 درجة بالمنستير، وتكون في حدود 17 بسيدي بوزيد. بالجنوب بعد السحب 19 درجة بصفاقس، 20 بمدنين وكذلك جابس، 18 بقفصة، 19 بقبلي، 20 بتوزر، وتكون في حدود 21 درجة بالبرمة، و22 ببرج الخضرة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري تتواصل الرياح قوية بشمال تونس، سرعتها من 20 إلى 30 عقدة، ما يعادل 40-60 كيلومتر في الساعة، وتكون من القطاع الغربي جنوبية غربية فشمالية غربية بخليج تونس، والبحر يكون شديد الاضطراب. على خليج الحمامات تكون الريح من القطاع الغربي جنوبية غربية ثم شمالية غربية 15-20 عقدة، تصل مؤقتا إلى حدود 25 عقدة، ما يعادل 50 كيلومتر في الساعة، والبحر يكون مضطرب. على منطقة الشابة وخليج جابس تواصل كذلك الريح من القطاع الغربي من 15 إلى 20 عقدة، تصل مؤقتا إلى حدود 25 عقدة بمنطقة الشابة، والبحر يكون مضطرب فقليل الاضطراب بمنطقة جربة. توقعاتنا الجوية لبعض المدن العربية والأوروبية بنواكشوط طقس قليل سحب 33 درجة، و24 بأكادير سحب قليلة، بالرباط دار البيضاء وكذلك مراكش 24 درجة، سحب قليلة بتلمسان والجزائر 21 درجة، وبعض السحب بعنابة 19 درجة. بالنسبة لطرابلس سحب قليلة 19 درجة، طقس كثيفة السحب مع أمطار بمصراتة 17 درجة، وسحب قليلة بالإسكندرية والقاهرة 23 درجة. طقس في استقرار بالمدينة المنورة مكة وجدة 33 درجة، 20 بالرياض، أمطار بالمسقط وأبو ظبي 22 درجة، 22 بالدوحة، وسحب قليلة بالكويت وبغداد 20 درجة، طقس في استقرار بدمشق عمان القدس وبيروت 24 درجة، سحب قليلة بأنقرة واسطنبول 13 درجة، و15 بأثينا. بإيطاليا طقس ممطر بباليرمو 15 درجة، سحب قليلة بنابولي وروما، أمطار بميلانو 9 درجات، وأمطار بكل من أمستردام، بروكسل، لوكسمبورغ وكذلك ستراسبور 10 درجات، أمطار بباريس، ليون، تولوز وكذلك بوردو 12 درجة، وأمطار ببيلباو، أمطار كذلك بمدريد وملقا 18 درجة. تتول الحالة الجوية خلال الأيام القليلة القادمة، يوم الجمعة إن شاء الله ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وسحب قليلة على كامل مناطق البلاد، الريح تتجه إلى القطاع الغربي، والبحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية. يوم السبت إن شاء الله تتجه الريح للقطاع الجنوبي مع ارتفاع في درجات الحرارة وبعض السحب على كامل مناطق البلاد، والبحر يكون قليل الاضطراب على كافة السواحل. شروق الشمس يوم الغد يكون في تمام الساعة 7:09، وغروبها يكون على الساعة 5:58.
أوقات الصلاة اليوم الغد صلاة الصبح ابتداء من الساعة 5:42، الظهر الساعة منتصف النهار 41، العصر الساعة 3 بعد الزوال 33، المغرب بالدقيقة 1 بعد الساعة 6 مساء، والعشاء على الساعة 7:26. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بموزع صوتي على رقم 88 40 40، زيارة موقع الويب www.meteo.com أو بعث إرسالة قصيرة على رقم 85 012. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.